أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم يعود قصف الأمريكيين في سوريا إلى ما كان في عهد سابق، ثلاثة صواريخ تقصف بها قاعدة مطار خراب الجير الأمريكية في المالكية بريف الحسكة الشمالي بسوريا، وتأكد سماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة، وذلك عبر إطلاق محتمل لثلاثة صواريخ. والمؤكد أن هناك مسيرة بالإضافة إلى هذه الصواريخ الثلاثة، واستهداف قاعدة القوات الأمريكية في مطار خراب الجير بثلاثة صواريخ سقطت بداخلها وواحد منها في محيطها. ويتأكد أكثر أن الهجوم الصاروخي تلاه استهداف بالطائرة المذكورة، وإلى الآن فحجم الخسائر يتكتم عليها الجانب الأمريكي، فيما هناك تسريب بجرح ضابطين، جروح أحدهما فوق المتوسط. ودفعت هذه الهجمات الأمريكيين طيلة الأشهر الماضية إلى استخدام عدد كبير من المعدات وأيضا من الأسلحة برا عبر معابر بين شمال العراق ومناطق سيطرة قسد شمالي شرقي سوريا، وجوا أيضا عبر مطار خراب الجير الذي كان قد استقبل معدات متفاوتة في أدائها، وأمام تدريبات بذخيرة حية كما في الأيام الأخيرة. وهذا يعني أن جاهزية الأسلحة الآن مؤكدة، وتشكل هذه الاستهدافات ضغطا إضافيا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى البيت الأبيض الذي يسهر على محاولة إنجاحه لمفاوضات لا تزال إلى الآن متعثرة في قطر، بالإضافة إلى أمور عدة وشروط جديدة. أولا، محاولة الضغط على بايدن في ظرف انتخابي، ومجرد سقوط جنود أمريكيين قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التورط بشكل أكبر، ليس في اليمن وحسب وإنما أيضا في سوريا، وهذا الذي قد يثير مرة أخرى روسيا. وهذا شيء محتمل لأن فتح الجبهة اليوم في اليمن أصبحت بشكل أكبر، وأيضا على الأرض الآن هناك قصف موجه للقواعد الأمريكية في سوريا، وقد اعتبر مندوب روسي في الأمم المتحدة أن هذا التواجد اللا شرعي واللا قانوني يجب أن يزال الأمر نفسه بالنسبة للمذكرة الأخيرة ما بين وزيري الدفاع الإيراني والسوري. ومهم جدا أن روسيا ضربت في عقر عاصمتها، وهذا تطور استثنائي لاستغلال ورقة داعش في الحرب الجارية الآن، وهذا لا يخلو من تحميل المسؤولية مباشرة للأمريكيين. وهذه القراءة الروسية تدفع مباشرة إلى أولا التحذير الذي أعطي للإسرائيليين بخصوص أن هجماتهم قد تؤدي إلى حرب إقليمية شاملة، لأن هذا هو الوضع الدقيق بالنسبة لما تقوم به إسرائيل الآن، وضد الأهداف وتكثيف الهجمات ضد الأهداف في سوريا. وهذا يعد تطورا استثنائيا على صعيد الموقف من جهة، موقف روسيا من جهة، وأيضا على صعيد كيف ستتعاطى روسيا مع التواجد الأمريكي في سوريا الآن، خصوصا بعد تجاوز آخر خط أحمر بالنسبة على الأقل لأمريكا وروسيا. وقد ادعت أمريكا أنها سلمت معلومات للمخابرات الخارجية الروسية بخصوص احتمال وجود هجوم لم تعطي بشأنه أي تفصيل، وهذا هو التطور الأساسي. المسألة الأكثر أهمية أن أمريكا لديها معلومات
على صعيد سوريا في الحرب على داعش، وهذا الأمر لم يعد قائما، وبالتالي فإن إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية لأن مهمتها الآن فاشلة، فهذا يعني الكثير، فاشلة في سوريا مع داعش، ووصلت داعش إلى موسكو. وأيضا بالنسبة للتطور الشديد الأهمية بخصوص القصف الجوي من خارج إرادة الأمريكيين وفرض نتنياهو معادلة أخرى في سوريا، وهذا الذي ترفضه الآن روسيا، وبالتالي فإن التهديد بحرب شاملة كما قال مندوب روسي في الأمم المتحدة، هذا يعني الكثير بالنسبة لآخر التطورات. ومهم جدا بالنسبة لروسيا التي هي تحت العقوبات، وأيضا سوريا تحت عقوبات مشددة كحالة قيصر، وكل هذا يكفي للقول أن المزيد من هذه العقوبات قد تدفع إلى تحالفات قد تقلب جزئيا هذه المنطقة. لذلك فالحرب الشاملة الآن تعد على الأقل تصورا ضمن تصورات روسيا في سوريا وفي باقي المنطقة. ولذلك فالتحذير الذي أتى للإسرائيليين يأتي من جهتين. أولا هناك تحذير موجه خوفا من رفح، واعتبر اليوم ماكرون بأن أي مساس بالمدنيين في رفح أو دفعهم إلى التخلي عن أرضهم فهذه جريمة حرب. المسألة الثانية أن هناك صعوبة أساسا في مواصلة تكثيف الهجمات على سوريا، وهذا تحذير روسي. التحذير الثالث والأخطر أن تكون هناك حرب مفتوحة أمام ما نراه الآن من ضربات أمريكية بريطانية ضد اليمن، ويمكن أن يتحرك هذا المحور لصالح أيضا الدعم المباشر بهذا الخصوص. ولا يمكن أن تدار هذه المعركة من خلال سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا والأمريكي البريطاني في اليمن. وأيضا أمام جميع هذه النقاط لا بد من رد فعل. هذا الرد هو الذي قد يعلن في أي لحظة حربا شاملة. لذلك فهناك إقبار لجميع التفاهمات الروسية الأمريكية ضد داعش في سوريا وفي غيرها. ثانيا أن هناك رفض كلي للتكثيف لهذه الهجمات الموجهة مباشرة ضد الأهداف في سوريا. والمسألة الثالثة أن الولايات المتحدة الأمريكية في تواجدها في سوريا يجب أن يقابل مباشرة بمقاومة مسلحة قد تكون الهدف منها إعطاء تكتيك آخر. التكتيك الأول هو ضرب المقاومة العراقية للقواعد الأمريكية في سوريا. الآن فيه ضربات من سوريا ضد القواعد الأمريكية في سوريا، وهذا هو التطور الرئيس الذي أسقط اليوم على الأقل ضابطين وجرح ضابطين أمريكيين، والعودة إلى المربع الأول بعد التفاهمات التي حدثت مع الحكومة العراقية. الآن أصبح واضحا انتقال المقاومات إلى الأراضي السورية والتعاطي مباشرة مع الأهداف بطريقة مباشرة، وهذا يضعنا أمام صعوبة أخرى على الأقل وبيضا في سنته الانتخابية. وهذه الوضعية الآن التي لا يرغب تحت أي ظرف الأمريكي في أن تكون معركة رفح، لأن هذه قد تكون هي الطفرة التي لن يتحملها أحد، وقد تدفع إلى ردود فعل ضد القواعد الأمريكية في كل المنطقة، وهذا خطر جدا. وأيضا
وهذا هو الأهم، أن يعلن المحور عن حرب للدفاع هذه المرة، ليس كأطراف مساندة، إنما الأمر سيتعلق بأطراف في حرب إقليمية ضد المصالح الأمريكية الإسرائيلية. وهذا هو التخوف الواسع الآن، لأن جرح ضابطين أمريكيين اليوم والعودة إلى المربع الأول بهذا الخصوص في سوريا سيكون له ما بعده. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.